الفنان إسماعيل ياسين مطرب ومونولوجيست وممثل هو أحد رواد هذا الفن، الوجه الآخر للفنان إسماعيل ياسين. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. حب أشكركم على دعمكم لقناتي، يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنان إسماعيل ياسين من مواليد 15 سبتمبر 1912 محافظة السويس، وانتقل إلى القاهرة في الثلاثينات عشان يشتغل مطرب. الفنان إسماعيل ياسين حقق نجاح على حساب الآخرين، ديكتاتور في العمل، اعتداءه على الممثلين ونهايته المأساوية، أسباب الحقيقية التي تسببت في معاناته ونهاية حياته بشكل مأساوي لا يستطيع أحد إنكار بصمته سواء في السينما أو المسرح. استطاع إضحاك الجماهير لفترة طويلة، بالذات في أيامه الأولى الذهبية، بمجموعة من الأفلام التي تحمل اسمه أو الأفلام التي شارك فيها. إسماعيل ياسين جه في وقت كان الزهر الرابح، سواء كان بطل أو سنيد في الأفلام. أما عن الجانب الآخر والوجه الآخر لإسماعيل ياسين، كان له العديد من المشاكل والأزمات مع بعض من زملائه الفنانين، فضلا عن وقوعه في بعض الأخطاء خلال مشواره الفني تسببت في معاناته ونهاية حياته بشكل مأساوي. من أبرز الأمور التي اتفق عليها النجوم الذين عملوا معاه أنه ديكتاتور في لوكيشن التصوير، لا يحب تداخل أحد في عمله ويعشق السيطرة على طقم العمل كله، فلن يكون ودودا أو محبوبا في اللوكيشن التصوير، كان يتحول إلى شرير لو وجد فنان يحاول إظهار نفسه، وهذا ما حدث مع الفنانة هند رستم في فيلم ابن حميدو، حيث قالت الفنانة هند رستم أنه كان غاضبا طوال التصوير، لم يكن أحد يعرف السبب، وتم إيقاف التصوير وسأله المخرج عن سبب غضبه الذي أبدى اعتراضه على هذا وجود هند رستم، ووصفها بالبغبغانة التي يتحدث كثيرا وتتسبب في انهيار الفنانة هند رستم بالبكاء. فقام، وده اللي جه في مذكرات هند رستم، حملت وقتها زينت صدقي تهدئة الوضع وقالت لها بتعيطي ليه عبيطة، إسماعيل عاوز كده لأنه خايف تاكلي منه الجو وتسرقي منه الكاميرا، هو ده نظامه. عن موقف آخر قام به إسماعيل ياسين بضرب الفنان الشهير حسن أتلة معه في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. حسن أتلة صاحب إفي منبه يا معلمي منبه وغيرها من الأفهات التي جعلت إسماعيل ياسين يشعر بغيرة منه. قالت الفنانة هند رستم للكاتب أيمن الحكيم إن الفنان إسماعيل ياسين كان يشعر بغيرة شديدة منه، وطلب إسماعيل ياسين من المخرج بتقلص دور حسن أتلة خوفا من أنه يقوم بتغطية عليه في الكوميديا التي ينفرد بها في الفيلم. وشهدت كواليس الفيلم افتعال إسماعيل ياسين مشاكل كبيرة قام على أسرها بصفع أتلة على وجهه، وقام بإهانته أمام الجميع، وشعر حسن أتلة بالحزن إلى أن مخرج الفيلم حاول تهدئة الوضع ولم يستسلم حسن أتلة، كرر إكمال الفيلم وقعد حسن أتلة كمل الفيلم وطلع بإفيه. أثناء الاستراحة أرسل حسن أتلة شخص يحضر له مجموعة من الساجات وحط الساجات في جيبه، وتفاجئ بها إسماعيل ياسين في المشهد ولم يكن هذا مكتوب في المشهد أصلا أو في سيناريو الفيلم، وخرجت اللزمة التي أصبحت من أشهر الأقوال هذا الفنان، مقولة حسن أتلة إفيه أصلا أنا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي. وأكبر الغلطات اللي وقع فيها إسماعيل ياسين إنه وقع في فخ تكرار نفسه في الأفلام. فشل إسماعيل ياسين في إظهار موهبته بشكل أوسع ولم يغير مجموعة العمل، استمر يعمل مع أبو سعود الإبياري طيلة حياته ولم يعطي لنفسه فرصة للعمل مع غيره وتكرار نفسه في أفلامه، إما جعله يحصد الفشل في النهاية، حيث إن إسماعيل ياسين لم يستطع الاحتفاظ بالنجومية في صالات العرض ولم يسعى لتقديم أعمال مختلفة ولم يسمع لرأي النقاد فيما يخص أفلامه أو مسرحياته التي يقدمها، ولم ينجح في تقديم أعمال مختلفة. اعتبر البعض الذي يقدمه إسماعيل ياسين بعيد كل البعد عن الفن، ما بين هؤلاء الناس الفنان العالمي عمر الشريف، بالرغم من أن أعمال إسماعيل ياسين في ذلك الوقت كانت تحقق أرباح، ولكن لم يستطع إسماعيل ياسين التجديد من نفسه واستغلال النجاح والشهرة لتقديم رسائل تفيد الجمهور. فشل أيضا إسماعيل ياسين في الخروج من إطار أنه فنان كوميدي إلى أنه لم يخرج من عباءة الكوميديا. حقق إسماعيل ياسين شعبية ما زالت موجودة حتى الآن، الجمهور تعاطف مع إسماعيل ياسين ربما لأزماته وحياته وتأثر حياته عليه. لم يعطي إسماعيل ياسين النقاد والجمهور فرصة للحكم عليه وتقييمه فنيا لأنه لم يخرج من عباءة الكوميديا. أثرت حياته وأزماته وظروف حياته الشخصية على الجمهور بشكل كبير أكبر من المحتوى اللي كان بيقدمه. عاش إسماعيل ياسين حياة صعبة ونهاية مأساوية، وبدأت حياته بالصراحات، تتوفت والدته وتركته مع أب غير مسؤول أهدر أمواله على النساء، ودفع بإسماعيل ياسين للعمل منذ الصغر ليجد نفسه متحمل مسؤولية نفسه أكله وشربه ولبس وحياة كاملة.
حيث إن إسماعيل لم يترك عملا إلا اشتغل فيه، وبعد ما حقق أموال ونجاحات خسر كل أمواله بسبب فشله في التأقلم على التغيير الدائم في مجال الفن. وزوجته أم ابنه اللي أهدرت جزء كبير من أمواله بسبب حبها للصرف، وجعلت هذه الظروف من إسماعيل رمز يستحق التقديس والتعاطف، وهو يستحق هذا بالفعل مع الاعتراف بفشله في التنوع في فنه والتجديد فيه.